السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فلوج جديد. ان شاء الله هذا الفلوج هذا ان شاء الله يكون خفيف ظريف، يكون راه واحد المهم نمشيو نقضي واحد الغرض ان شاء الله في واحد البلاصه، خليها مفاجاه. يلا بيس الدراري، سنتلقى. سو الدراري حنا دابا غادي نحكي الطاكسي ان شاء الله نشدو الطريق لسيدي القاسم و نخليكم مع التصويرات و نشوفو حنا دابا في النافورة لي سيدي سلمى في دار الوطن ديال الله نديرها ان شاء الله الكورة كيعرفو ان شاء الله. دابا وصلنا حدا الكلينيك ان شاء الله ندخلو نقضيو الغرض السيد. المهم عنده واحد ولده مريض مسكين فتح، ندخل نجيب ليه واحد التحليله الله يشافيه مسكين من هذا المنبر هذا. دعوا لي في لي كومونتير بالشفاء العاجل. علي بيس. ها خنا خرجنا دابا، المهم قضينا الغرض، هنا داك الدوسي ديال التحليلات ها هو ما انتم تشوفوا لي داك الدري. المهم احنا دابا شادين طريق نمشيو، المهم ندخلوا للمدينه شويه حيت هنا المهم ماشي المهم الخرج ديال سيدي قاسم، و المهم تشدوا معنا طريق شويه. يلا المهم انتم واحد السقايه كما تشوفوا المغاربه ديالنا واعري باش ما يسرقوش الروبيني. صابوا شويه النيت سقسي، عجبتني صراحه، ولكن اللي ما عجبنيش فيها ما هي هذا حيد يدار لي دار الروبين. سخون شكرا. كما تشوفوا هنا حدا الفيلات هما فين كنا. مور هادشي واقيلا كاين لاكار ديال التران، هنا كاين لاكار ديال التران. غندخلو شويه للمدينة ان شاء الله، وملي غنرجعو نرجعو في الطاكسي حيت التران تيتعطل. شي ناس تيشوفو فيا تيضربو عليا بالزنقة وتيضحكو ماعرفتش علاش. المهم كنت نفلوكي شي وحدين دازو ماليه بقاو تيشوف و تيكراكرا بالضحك، المهم معرفتش علاش، معرفتش وقيلا شافوني قالو هداك هبل تيهضر مع التيليفون. انتما تشوفو البلدية راه قايمة بالواجب، ها فين قلت لكم اترنا لاكار. المهم اللي هي كاينة كاينة القنطرة. يلا تنتلاقاو بيس. السلام عليكم، احنا وصلنا، المهم وصلنا وسط المدينة شوية، ما دخلناش لداخل بزاف، نهز ليكم السيف شوية. المهم احنا وصلنا دابا مورانا واحد العيد زوينة، هانتوما تشوفوها فوق راسي. هاهي صراحة سيدي قاسم زوينة والله نقية، ثم تشوفون النافورة
نشوفها من بعد. احنا دابا جينا حدا الطاكسي، المهم نرجعو بحالنا حتى سيدي سليمان ونكمل البلوك ديالنا ان شاء الله. المهم انتما دابا تشوفوا المحطة دابا. المهم دابا حنا رجعنا قضينا الغرض ان شاء الله. حنا في سيدي سليمان قدام واحد البيسين. السلام عليكم الدراري، حنا دابا وصلنا للدار. المهم دوشنا و ارتاحنا شويه حيت باقي راجعين للخدمه. المهم الفلوق ديالنا ان شاء الله انا فين غيسالي، وما تنساوش اللي عجبو الفلوق او الفيديو يدير لايك. يلا الدراري بيس، تنتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.